شرفت الليلة بمقابلة الكثير من الإخوة، والكثير يسألون عن نقطتين: السمنة والقولون. ويا إخواني، والله الموضوعين الاثنين هذه حلها بسيط، وحلها في يدك بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنهما يجتمعان في مسبب واحد، وهو سوء التغذية. ما هو بسوء التغذية يعني أنه ما يأكل، لا، من صور سوء التغذية الإفراط في الأكل، هذا من صور سوء التغذية المهمة. من صور سوء التغذية الأكل الغير الصحي، يأكل بس أكل مو بزين مو بصحي. على كل حال، القولون والسمنة علاجها سهل جدا. إذا التزمت بالأكل الصحي وبالبرنامج الصحي وبالمشي، ها، إنك ما عاد تشتكي لا من قولون ولا من سمنة. يا أخي الأمر واضح، واحد زائد واحد يساوي اثنين. المشي 30 دقيقة في اليوم، بسيط جدا. الأكل الصحي تبدأ قبل أي وجبة بالخضروات الورقية، تنقص قدر الإمكان من النشويات وتبتعد عن السم الأبيض أو يسمونها السكر الأبيض. ورقم ثلاثة، تسوي لك صيام متقطع 24 ساعة، 16 ساعة تصوم فيها و8 ساعات تأكل فيها. لا تخاف، 16 ساعة تقدر تشرب فيها موية، قهوة بدون إضافات، شاهي مر، مشروبات صحية كثير، عصير خضروات وكذا لا ما هو مسموح. وفي الثمان ساعات سوي لك 3 وجبات وكل فيها أكل صحي. والله يا إخواني، أعرف ناس كثير كان وزنه 160 والله نزل إلى 70. والله يا إخواني، السمنة والقولون جت بسبب عاداتنا الصحية غير جيدة، وتصحيحها في هذا 3 النقاط اللي قلت لكم البسيطة. والله امش وصوم صيام متقطع وكل أكل صحي، والله بإذن الله حياتك كلها، مو بس يا أخي حياتك كلها. تتعرف أن هارفارد سووا دراسة على اللي يمشي 30 دقيقة في اليوم، أن حياتهم الجنسية كأنه قبل 10 سنوات. هذا بس فائدة من مئات الفوائد. وش أقول وش أخلي، امشوا، سلام.